مرحبا بكم يا أعزائي، كيف حالكم؟ اشتقت لكم. تتذكرون إلى أي دولة سافرنا المرة السابقة صحيح؟ كانت منغوليا، واليوم سنسافر إلى دولة جديدة، إنها مشهورة بالفيلة. هل رأيتم فيلا بنفسكم؟ أتطلع جدا لمعرفة حجمه. إذن هيا نسافر إلى تايلاند. هذا علم تايلاند. هذه صورة حديقة تايلاند الوطنية. أشعر كأني أشم رائحة الغابة من هنا. هذه صورة منظر شاطئ نراه من بين الشجر، إنه رائع جداً. كما ترون في هذه الصورة، هناك الكثير من الجزر الرائعة في تايلاند. هذه صورة نساء مرتديات الملابس التقليدية، إن التاج بهيج وكبير جداً. النساء يلبسن الملابس التقليدية ويرقصن ويقدمن الكثير من العروض هكذا. وعندما نزور حديقة الأفيال نستطيع أن نلتقي بأفيال كبيرة مثل هذه. وأخيراً صورة طفل يلمس الفيل. لسبب ما أشعر كأن الطفل والفيل مثل صديقين مقربين. اليوم سنرسم هذا المشهد معاً، هل أنتم مستعدون؟ أولاً سنرسم الأرض ونرسم البطلين الفيل والطفل بشكل كبير، ثم سنرسم الخلفية. الآن انظروا فقط. الأرض، وجه الفيل، الجسم، الأرجل، خرطوم الفيل وذيله. وسنرسم طفلاً يلمس الفيل بجانبه. الوجه، الرقبة، الجسم، الرجلين، الحذاء، الذراع واليد أيضاً. وفي الخلفية نرسم بعضاً من أشجار طويلة. هيا يا أعزائي، ارسموا أنتم أيضاً. ارسموا ويكفي أن يكون على نفس المنوال فقط.
إذا انتهيتما الآن سنرسم بالتفصيل. إذا رسمتم بالخطأ ليس هناك أي مشكلة، نمسحه بالممحاة.
نعم، وامسحوا الخطوط التي رسمتموها بشكل خفيف. ولونوا الآن كما تريدون. قد اكتمل كل شيء يا أعزائي. نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ الفيل كان كبيراً جداً مقارنة مع الطفل. يقال إن أكبر حيوان في العالم هو الفيل. ارسموا بشكل كبير جداً وأنتم تتصورون كبر الفيل. سيكون الرسم ممتعاً إذا لونت بألوان متنوعة تحبونها. نعم، إذن تطلعوا للمحاضرة القادمة أيضاً. مع السلامة.